أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد امتحان موحد المحلي للدورة الأولى بالنسبة للمستوى السادس، أشوف نموذج الامتحان الموحد المحلي للدورة الأولى دورة يناير 2023 بالنسبة لمادة الفرنسية. Examen normalisé local au niveau de l'établissement Tijamane, session janvier 2023, langue française. إذن بالنسبة للنموذج على شكل PDF غتلقاو في الوصف. إذن المعلومات اللي خصكم تعرفوا أن دوغي ديكزامان يعني مدة إنجاز الامتحان هي ساعة ونصف كي تقط على 40 وفي الآخر كتعطى النقطة العشرة. إذن حاولوا تعملوا مع الوقت. إذن بالنسبة ما تنساوش المعلومات ديالكم اللي هي النون إي بخينو اسم العائلي، النون بخينو اسم شخصي، نيميرو ديكزامان هو رقم امتحان. اذا خدموا النموذج، غنخلي لكم على شكل بي دي اف في الوصف ونتاو. اذا اول حاجه عندنا لو تيكست، كنقراو لو تيكست ابري اون فا ريبوندر او كيسيون. اذا ليزي اتونتيفمون لو تيكست افون دو ريبوندر او كيسيون. اذا قراو مزيان النص بعدا جاوبوا على الاسئله، وبالنسبه للاجوبه ديال النص كيكونوا كاملين في النص. اذا بالنسبه للتعامل مع النص راه سهل. اذا واخا ما نفهمش نقرا النص، واخا ما نفهمش النص كامل، المهم نعرف المحاور الاساسيه واش كيهضر النص الى اخره. اذا لي دووا اي لي دووار دو سيتويان. اتر سيتويان سولا فو دير افوار دي دووا، لو دووا دو فوت، لو دووا دو مانيفيستي كون اون ني با داكور، لو دووا دو براتيكي سا ريليجيون او دو سو ماريي افيك لا بيرسون كي نو بلي فون بارتي دي دووا دو سيتويان. مي لي سيتويان اون توسي دي دووا. Et l'un de ses premiers devoirs, c'est de respecter les droits des autres. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les citoyens doivent aussi participer à la vie de l'État. Avant, le service militaire était obligatoire pour les garçons. Et là, aujourd'hui, était remplacé par la journée de défense et de citoyenneté. Pour tous. Payer un impôt en fonction de ses revenus est aussi obligatoire. Pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes, les citoyens donnent une partie de leur argent à l'État tous les ans, c'est l'impôt. Les enfants aussi ont des droits. Le 20 novembre 1989, de nombreux pays dont la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, appelée aussi CIDE, c'est un texte qui protège les enfants partout dans le monde. Il explique par exemple que tous les enfants ont le droit d'être soignés, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'être protégés contre toute forme de maltraitance. Idan bnisbal had nas fawm khoud min les petits citoyens. إذن بالنسبة لهذا النص يتحدث عن لي دووا اي لي دووار دو سيتويان، يعني حقوق وواجبات المواطن. إذن اتر سيتويان باش تكون مواطن، هذا يعني أن عندك حقوق، حق التصويت لو دووا دو فوت، لو دووا ديال التظاهر مانيفيستي، ما كتكونش داكور يعني موافق على شي حاجة، لو دووا دو براتيكي سا ريليجيون يعني ممارسة الدين، ويعني تزوج بأي شخص اللي بغيتي. Ou font partie des droits de Kamlin, yani dakhlif les droits de citoyens, حقوق المواطن. Mais les citoyens عندهم كذلك واجبات، أول واجبات هو احترام حقوق الآخرين. C'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui le dit. إذن بالنسبة يعني حق la liberté هي الحرية، يعني كيفاش كتكون à pouvoir faire tout، يعني أننا نعمل أي حاجة بدون كي ننوي، بدون أن أؤدي الآخر، هذا هو معنى الحرية. إذا لي سيتويان يعني دواف خاصهم يبارتيسيبي، يعني يشاركوا في الحياة الدولة. أفون لو سيرفيس يعني قبل كان الخدمة العسكرية يعني أوبليجي، يعني مفروض على لي غارسون دو كور، مي دابا تعوضات باليوم الدفاع، يوم المواطنة للجميع. يعني بي أن أمبو، أنا كتخلص الضريبة يعني أون فونكسيون هاد يعني الغوفني، يعني العائدات ديالها أوس، يعني تخلص الضريبة تو واجب باش هادوك العائدات ديالها كيخدمو بيهم سبيطارات، مدارس، كذلك باش كي يعني يبنيو بيهم الطرقات. كذلك لي سيتويان دون اون بارتي دو لور، يعني كيعطيو يعني هاد الضريبة كيعطيو شوية من الفلوس ديالهم، يعني تو يعني كل سنوات هادو مكيتسمى الضريبة.
إذا لي زونفو عندهم كذلك الأطفال عندهم حقوق. في 20 نوفمبر 1989 بزاف ديال الدول ومنهم فرنسا وقعت واحد اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وهذا التكست هو كيحمي جميع الأطفال في العالم، وكتشرح جميع ليكسبيك يشرح جميع حقوق الطفل، أنه خاصو التمريض، يمشي المدرسة، يكون عنده الوزير اكسيتيرا، مواهب اكسيتيرا، الهوايات الوزير، وأنه يعني يحمى من جميع يعني كونتر أشكال سوء المعاملة. إذا شرحت لكم النص كامل أوكي، نجاوبوا دابا على الأسئلة. كومبريونسيون دو ليكري، هاد الأسئلة العتية اللي كتعطاو كيلي لو تيتر دو سو تيكست، ما هو عنوان النص؟ سهل، عنوان النص كيكون الفوق، كيكون قبل ما كيبدا النص، كيكون بشكل مختلف، هنا اون غوا اون غرا، عفوا هنا اون غرا في السونتر في الوسط. إذا غنكتبو لو تيتر إذا دو تيكست اي، إذا غنجيو نكتبو هنا لو تيتر دو سو تيكست، لو تيتر دو سو تيكست، يعني نكتب لكم حتى طريقة الإجابة دو سو تيكست اي، ونعمل جوج نقاط ونكتب العنوان كما هو مكتوب لي دووا. اوكي لي دووا اي لي دووار دو سيتويان، اي لي دووار دو سيتويان دو سيتوا دو سيتويان. تري بيان، سالينا السؤال الاول، ننتقل الى السؤال الثاني. كيلي لو تيب دو سو تيكست، انفورماتيف ناراتيف ديسكريبتيف؟ اذا بالنسبه ناراتيف هو نص سردي يعني يحكي، ناراتيف ديسكريبتيف وصفي، اذا هنا كيعطينا معلومات، اذا هنا فهو دون دي انفورماسيون سا فو دير انفورماتيف. كومبيا ياتي دي باراغراف دون سو تيكست، قال لك شحال من باراغراف كاينه، كترجع النص وتشوف. اذا هنا عندنا الباراغراف الاولى هي بيناتهم واحد السطر خاوي اسباس، عندنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، اذا عندنا اربعه ديال لي باراغراف. اذا غنجيو غنقول اليا 4 باراغراف، اليا 4، اليا 4 4 paragraphes، okay. Il y a 4 paragraphes. Très bien. Paragraphes. إذن خصنا H, ES في الأخر، وهنا خصنا ما بين Y و A خصنا espace. إذن ce texte, il vise، شنو هو هاد le texte vise، شنو يعني أشنو الضوء ديالو، شنو هو الرؤية ديالو، شنو هو الغاية ديالو. إذن la protection de l'environnement, définir les droits et les devoirs, la sécurité routière. إذن عندنا ثلاث اختيارات. إذن هنا واش كيتحدث على حماية البيئة، ولا يعني كيعرف لنا بحقوق وواجبات، ولا لا سيكوريتي الأمن الطرقي. إذن بالنسبة النص كما شفنا كيهضر على لي دووار اي لي دووا دي زونفون، لي دووا اي لي دووا، ديفينيغ لي دووا اي لي دووا. كيسيون 5، ريبون باغ فري او فو، إذن أجيبي صحيح وخطأ. إذن صحيح وخطأ سهلة، كتمشي النص كتشوف هذيك الجملة واش كاينة إلى آخره، صحيحة ما كانتش راه خطأ. Parmi les droits du citoyen, droit de vote, manifester et pratiquer sa religion. Et dans l'arja, on a dit le droit de vote, le droit de manifester, ok, le droit de pratiquer religion. Et dans notre cours, on a dit que c'est vrai. Très bien. Et dans l'arja, on a dit que c'est la deuxième jumla. Dans la jumla, qu'est-ce qu'on fait? La liberté, c'est faire tout ce que tu veux. Et dans l'arja, on a dit que c'est la deuxième. اوكي انك تعمل لي بغيتي، وي تعمل لي بغيتي، ولكن كاين هنايا سو كي نو ني با اوتروي، يعني خاصك ما تضرش اوتروي، يعني ما تضرش الاخر. اذا هنا هذه فو، اذا انك تعمل لي بغيتي، مي راه كاين كونديسيون انك لا تؤذي الاخرين. اذا كيسيون 6، غوليف دو دووا دو لونفون كونتوني دون لو تيكست، قالك يعني غتخرج جوج حقوق، كاين بزاف لي دووا، كاين اتر سواني، دالي ا ليكول، دافوار دي لوازير، اتر بروتيجي كونتر توت لي فورم. اذا يعني ذكرتي جوج من هادو، ذكر جوج من هادو صحيحين، اذا تاخذ النقط ديالك، غنعملو جوج. اذا غنكتبو دو دووا دو لونفون، دو دووا دو لونفون، دو دووا دو لونفون، كتبو جوج دو دووا دو لونفون، جوج نقط. إذا عندنا نعملو إتر سواني، سواني، إذا إتر سواني، إتر سواني، وممكن نزيدو كذلك عندنا جوج، نعملو جوج فقط. إذا إتر سواني، ألي أليكول، ألي أليكول، ألي أليكول، إذا إتر سواني، ألي أليكول. تري بيان، نمشيو كيسيون 7، بوكوا لو سيتويان بايتيل أن أمبو؟ قال لك علاش كيكون سؤال لماذا، لان علاش كيخلص الضريبه. اذا قلنا بوكوا،
إذن لو سيتويان بور فير فونكسيوني اوكي لي زوبيتو إذن aussi pour fonctionner les hôpitaux, les écoles, ou encore construire les routes. إذن عنجيو نكتبو الجواب. إذن le citoyen paye, ok quoi? إذن un impôt, ok? Pourquoi? إذن paye un impôt. Pourquoi? Pour faire fonctionner. إذن هنا عندنا au circonflexe. إذن pour. إذن عنجاوبو إما كنعملو par pour لأجل ماذا؟ Pour fonctionner. Pour fonctionner quoi? Pour fonctionner les hôpitaux. Les hôpitaux. إذن les hôpitaux. Ok. Les hôpitaux. Très bien. إذن les hôpitaux. كذلك يعني باش يخدمو سبيطارات. كذلك les écoles ou encore pourquoi pour construire les routes construire les routes يعني باش يتبناو الطرقات. إذن سي الجواب اللي عندكم في النص. إذن الجواب إذن pour construire les routes. إذن question 8. À quelle date les pays ont-ils signé la convention internationale des droits de l'enfant؟ خليك تاريخ اللي وقعت فيها الاتفاقية الدولية أو حقوق الطفل. إذن سنة هنا le 20 novembre 1989. إذن عنجيو نكتبو الجواب. إذن هنا نكتبو le 20 okay. le 20 novembre le 20 novembre 1989 les pays ont signé la convention ont signé la convention très bien. إذن دابا نمشيو سؤال ديال les activités réflexives sur la langue d'au lexique. Relève du texte les synonymes des mots suivants. إذن كيقولك relève du texte les synonymes يعني خاصك تخرج هاد المرادفات من النص. عندنا obligation عندنا habitant. إذن ديجا قريتو obligation هي quoi؟ هي devoir. Okay obligation devoir. وبالنسبة للhabitant كلشي كاين في العنوان هو citoyen. إذن نرجعو نكتبو obligation عندنا هي devoir. OK وعندنا habitant هو citoyen مرادف ديال habitant ساكن هو مواطن الى اخره. إذن citoyen très bien. On passe à la question suivante. Complète par le gentilé qui convient. إذن سهلنا Maroc gentilé ديالو هو يعني بالنسبه للمغرب يعني المغرب. جونتيلي هو ساكن مدينة المغرب كيتسمى مغربي. إذا كنزيدو السيفيكس أن وكنكتبو ماروكان ماروكان تخي بيان. إذا باش منطولش عليكم فيديو غنقدمو مكونات أخرى في فيديو أبخي. إذا نتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.